السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يبقاكم بخير وعلى خير. اليوم كما قلت لكم في العنوان راح ندير حلقومه بنتي تموت عليها. بصح هذه المره راح نديروا لها بالكود تاع القارص كما راكم تشوفوا في الكازوز، كما نكون نخدموه بكري بكري، كنا نخدموا بهذاك الكازوز تاع الفراك راكم شايفينه. واليوم قلت ديريه لي بالقارص، ولا درتوه بالتشينا، لازم لكم تاني كلوزاز تاع التشينا تاع حبه تشينا، ولا درتوه بالقارص ديروا له زوج تاع القارص. كيما انا اليوم مانيش راح ندير له زوج تاع القارص، راح ندير له هاد العطر الفانيليا كيما راكم تشوفوا هنايا، وعندي السكر، وعندي هنا ثاني كمايزينا. الحاجه الاولى راح ندير له زوج كيسان تاع الكازوز. بسم الله، هنا عندي الكاس الاول، نزيدو الكاس الثاني. نزيدو ثلاثة مغارف تاع السكر، واللي يحب حلاوة في هاد الحكومة يدير ربع مغارف ولا أكثر. نزيد ثلاثة، راكم تشوفو لي كاز لي فيه، نديرولهم هاكا حكومة خير خير من يشربو. وكنزيد ربع مغارف كبار تاع نشرب. نحل كل الشباك في بارد، نزيدو بلو مايزينا، فوالا حتى تدبلي كمان ديك مايزينا. دوكا نزيدولها لاروم تاع الفاني، وكيما قلتلكم ولا درتو تاع البرتقال تقدرو ديرو لوزاز تاع البرتقال على حسب لوكو لاكم دايرينو. كيما انا راني دايره كازوز تاع الليمون، دوك درتلو لافاني، ما كنتش حابه ندير تاع لوزيس، درتلو العطر الفانيلا. فوالا دوكا نحطو فوق النار، نقعد نحرك حتى تعقد لي، ونار تكون متوسطة ما تكونش قوية. فوالا شوفو هنا القوام اللي تحصلنا عليه. اللي يشوف يقول بلي خدمتو بالتشينا، أنا كي درتلو هاد العطر الفانيليا خرجلي بهذا اللون كيما راكم تشوفو. دوكا هنا نحكمو مدة زجاجي هكايا، ما نديروش في البلاستيك باسكو راح نفرغوه هو سخون. فوالا نخلوه يبرد مليح باش نعاود نولي ليه باش نكملو الوصفة تاعنا مع بعض. فوالا راني فرغتو، نسويه مليح هكايا ونخليه يبرد مليح باش نولي ليه. وهنا بعد ما برد لي مليح كما راكم تشوفو يكون بارد مليح، ولا لقيتو فيه شويه ما نحكمو هكا بابي فرشو نديرو له غير هكا. هذا اللي درتلو عطر فانيليا، ولا هذا درتلو لافاني، شوفو اللون كيفاش قاعد على حالو. هذا كذلك درتلو بالكازوز تاع الليمون. دركا نشربو مايزينا، نعملو حسوسة بالمايزينا هكا من الفوق. هذا كذلك كما قلتلكم لازم نخلوه يبرد مليح هكا، وبعد نقطعه مربعات أو مستطيلات. وهنا بعد ما غطيتها كامل بنشا اللي هي مايزينا، نحكمو موس ونقعدو نقطعو فيها هكا على شكل مربع ولا مستطيل كيما راكم حابين. نمدو هكا في الوسط، أنا درتهم على شكل مربع. فوالا دوكا نبدا نرفد بحبة ونفوتوهم هنايا. هنا نضيف طاشية درت فيها نشا، نديرو العملية كيما نديرو في المقرط اللوز، نفس العملية اللي نديروها، نفدو بحبة هنا ونحطوها. وهنايا
الاولانية اللي درتها معكم، اللي درتها بلاروم تاع لافاني. شوفوا كيفاش خرجت، وهذه اللي درتها بلافاني. بون نكمل نفس العملية كيما قلت لكم، نديرهم هكا في كل جهة تاع الفوتو نكمل فنشا فوالا ونحطوهم. هو الحكومة تاعنا بعد ما وجدت كما راكم تشوفوا جاتو لا اروع. مع الكمون تحضروها لوليداتكم، تنقصوا عليهم الكازوز كما تعرفوا يضر بزاف الصحه. ديروها لهم هكا حلقومه خير يشربوا كازوز هكا كوحدو. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم. معليا غير نقولكم على خير، تلقاو في ساعه الخير ان شاء الله، ومع السلامه.